بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. مثل ما تعرفون هذه الوحدة او جنرال واحد طن غاز 22، وتم استبدال الضغط صراحة الى ضغط غاز 410. راح اخزن الوحدة صراحة زين، وراح استخدمها لاحقا في حالة تلف اي وحدة اخرى بنفس سعة التبريد اللي هي واحد طن. للأمانة كثير زين يخطئون في عملية التخزين. إذا أنت عملت صيانة لوحدة مثلا وحاب أنك تخزنها، لا تتركها بهالشكل أوكي، أو أيضا لا تتركها مع المحابس زين. يجب عليك الله يحفظكم أن تقوم بعملية الفاكيوم زين في هذه الوحدة وتخزنها بدون وجود أي هواء أو أي شيء داخل المنظومة. هذا بالتالي راح تحافظ صراحة على عدم تكون أي شو يسمونه يعني أكسدة ما أكسدة، بعد شو يسمونه بعد صدى ما صدى داخلي داخل الوحدة، وأيضا مثلا يكون عندك نوع من اختلاط ما بين الهواء والزيت اللي داخل المنظومة، وأيضا زين ممكن يتلف لك المواسير أو التوصيلات من الداخل لهذه المنظومة زين. بالتالي يا أحبائي في هذا المقطع إن شاء الله راح أعلمكم كيفية القيام بعملية تخزين الوحدة الخارجية، والمقطع القادم إن شاء الله راح يكون أيضا كيفية تخزين الوحدة الداخلية، لأن أيضا معاملتك للوحدة الخارجية يجب أن تعامل فيها الوحدة الداخلية، لأن بعضهم ممكن يشتري وحدة أو يستبدل وحدة ويكون عنده مثلا وحدة إضافية مثلا، وبالتالي يجب أن يخزنها بالطريقة الصحيحة أساس أنها ما تسبب لأي مشاكل في حالة أنه يبغي يستخدمها في حالة الطوارئ. إنزين حبايبي، أول شيء لتخزين الوحدة الخارجية يجب عليك أن تقوم بقلق إنزين المحابس هذه أو التوصيلات. هذه المحابس طبعا يجب أن تستخدم صراحة المواسير أو التوصيلات النحاسية زين. هذه أيضا راح تحصلها مع الوحدة ويجب عليك أن تستخدمها. طبعا هذه تركبها الشكل أوكي، وراح تعمل لك نفس السيل وتأكد صراحة أنها راكبة بشكل سليم بهذا الشكل زين. وأيضا راح تركب طبعا هذه نص تقريبا، وهذه راح تكون 1/4 زين. وبعدين راح تشدها حسب القوة المطلوبة. طبعا ممكن هذا النص ما بين 45 إلى 55 نيوتن، وهذه ممكن ما بين 16 إلى 22 نيوتن اللي هي الربع. طبعا الماسورة هذه كبيرة، راح تمسكها وتثبتها صراحة، وبعدين تشد راح تشدها صراحة 35 متر. من ثم راح تجيب وصلة زين، وصلة نفس هذه متوفرة صراحة في السوق، أو وصلة نفس النوع هذه، وراح تركبها في المنطقة هذه زين. طبعا من مميزات هذه الوصل انك بامكانك ان تضغط على الابره، ابره خط الخدمه، وايضا ترخي عليها. وبعدين راح نضغط على الابره من خلال هذا المحبس. اول شيء راح نركب عده القياس نختبر
كانت عندنا التوصيلات هذه محكمة، وممكن أيضا تستخدم عدة القياس مباشرة في هذه العملية. قبل البدء بعملية الباكين تأكد ان الحابس الاثنين هذول مصعوبين للخارج، وهذا دليل على ان الحابس هذا مفتوح. وايضا شدهم بشكل محكم. طبعا راح تختبر صراحة إذا كان عندك أي رجوع، ممكن تكون عندك مشكلة تختبر، بعدين تختبر إذا كان عندك أي رجوع من العدة. إذا لم يرجع خلال 5 دقائق ممكن تكمل عملية الفاكيوم، تتركها لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، وبعدها راح تكون أمورك طيبة إن شاء الله. كملنا تقريبا حدود 19 دقيقة. الحين طبعا اول شيء قبل ما تطفي الباكيوم راح تفتح المحبس من هذه الوصلة. طبعا هذا راح يضمن لك عدم دخول اي هواء. راح تطفي الباكيوم وبعدين تفتح الوصلة هذه، وبالتالي ضمنت صراحة عدم دخول اي هواء. تلاحظون على الصفر عدم دخول اي هواء صراحة للمنظومة. بعدين راح تجيب الغطاء تغلق فيه الوصلة هذه، وصلة الخدمة بشكل جيد. بالتالي تكون صراحة فرقت المنظومة من الهواء زين بالكامل، عملت لها فاكيوم، وأيضا راح تكون المنظومة صالحة صراحة للاستخدام في المستقبل، وما راح يصير عندك أي مشاكل بسبة مثلا تأكسد الزيت أو وجود أي صدى داخلي داخل المحرك أو داخل المواسير أو أكسدة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محبكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.